بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، صباح الخير عليكم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن تشريعات السلامة والصحة المهنية، اللي هي الكورس الخاص بالأوشا 30. أوشا كونستراكشن هو باختصار كورس هيبقى مضمون، عبارة عن اللي أنت إزاي تدخل الموقع من أول ما تخش تعرف تفتش عن الحاجات اللي هتخسر السلامة والصحة المهنية، الحاجة اللي هي صح أو غلط، وإزاي تعرف تطلع الأخطاء. فالنهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن ايه هي اصلا تعريف الاوشا، يعني كلمه اوشا عموما عباره عن ايه. الاوشا هي عباره عن اداره السلامه والصحه المهنيه، اللي هي occupational safety and healthy administration. الكلام ده هي عباره عن ايه، هي جهه مسؤوله، هي اللي هي وزاره العمل الامريكيه، دي جهه مسؤوله عن اصدار تشريعات السلامه، اللي هي كل ما يخص السلامه والمواصفات القياسيه الخاصه بيه بالسلامة والصحة المهنية. وبتعمل ايه بعد ما بتصدر التشريعات دي؟ بتعمل عملية متابعة تمام ليها وفرض تنفيذها في مواقع العمل المختلفة. يعني كان بتفرض اللي انت لازم تبقى مجبر اللي انت تعمل التعليمات دي. تاني حاجة بنتكلم عليها اللي هي القوانين الفيدرالية. ايه هي القوانين الفيدرالية او القوانين الفيدرالية؟ القوانين دي عبارة عن قوانين وتشريعات فيدرالية امريكية، بتقسم او تنقسم الى 50 عنوان. الخمسين عنوان ده بيبقى خاص بالسلامة والصحة المهنية، اللي هي الأوشا. احنا تحت عنوان رقم 29 من وزارة العمل. بعد كده بيقسم كل القوانين الفيدرالية ديت من 50 عنوان، كل عنوان بيقسم بدوره إلى أبواب شابترز، كذلك ينقسم إلى كل باب بينقسم إلى أجزاء بارتس، وينقسم كل جزء إلى أقسام، يعني هي متفرعة اللي هي سيكشنز. وتقع القوانين الخاصة بإدارة السلامة والصحة المهنية تحت رقم 29، اللي هي الأوشا تحت رقم 29. المهم احنا هنغطي قوانين الأوشا بعض الأجزاء. الأجزاء دي زي ايه؟ في منها الجزء اللي هو 1910، دي قوانين السلامة الخاصة بالصناعة العامة اللي هي الجنرال، والجزء الخاص برقم 1926، وده هنا المهم عندي تمام بالنسبة لمواقع العمل، قوانين السلامة الخاصة بالإنشاءات اللي هي الكونستراكشن. إيه هو الغرض من الأوشا؟ ليه إحنا بندرس كورس الأوشا ده يا جماعة؟ بندرس كورس الأوشا عشان نشوف إيه هي إنشاء، يعني حسب التشريعات في 1970 تمام؟ تم إنشاء إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الأمريكية. ليه أنشئت الإدارة ديت أو الوزارة ديت؟ تمام؟ انشأت عشان تشجع العاملين واصحاب العمل اللي هم يقللوا من مخاطر العمل وتطبيق البرامج بتاعه السلامه والصحه المهنيه. تاني حاجه اللي هم يحتفظوا بسجلات دائمه لمتابعه الاصابات، يعني انت مش اي حاجه كده، انت مش داخل الموقع كده مش فاهم حاجه، لا انت لازم يبقى معاك سجلات النهارده، ايه اللي اتصاب عندك، ايه هي الامراض اللي موجوده، ايه هي المتابعه اللي انت عملتها، ايه هو الابراء اللي انت عملته. السجلات دي انت بتسجل بيها دايما. تالت حاجة بتعمل إعداد برامج تدريب اللي هي التول بوكس تولك، تمام؟ بتعمل وعي بأمور السلامة، يعني بتبقى قاعد كده بتشوف مجموعة عمال بيشتغلوا غلط، بتاخدهم تبدأ تشرح لهم إيه هو الغلط اللي هم بيعملوه وإيه هو الصح اللي المفروض يعملوه، تمام؟ خامس حاجة بتعمل إعداد تشريعات وبرامج للسلامة والصحة المهنية، واجبة التنفيذ، يعني أنت بعد ما بتعمل القوانين لازم تبقى واجبة التنفيذ، واللي يخل بيها لازم يتم المخالفة في مواقع العمل، تمام؟ بعد كده بتحدد الأوشا بتحدد مسؤوليات وواجبات كل من العاملين واصحاب العمل فيما يتعلق بالسلامه والصحه المهنيه. هنشرح البند ده بقى بالتفصيل، ازاي نحدد تمام واجبات كل من اصحاب العمل والعاملين فيما يتعلق بالسلامه والصحه المهنيه، تمام؟ اول حاجه هنتكلم عن اصحاب العمل. ايه دور صاحب العمل؟ ده لازم يجب توفير مكان وبيئة عمل لجميع العاملين تكون خالية من أي مخاطر، تمام؟ أي مخاطر تسبب الوفاة أو قد تؤدي للوفاة أو أذى جسيم بالجسم. تاني حاجة صاحب العمل لازم يلتزم بالاتباع وتنفيذ جميع التعليمات ومواصفات السلامة والصحة المهنية اللي بتصدرها الأوشا. طيب كويس، احنا عرفنا دلوقتي ايه صاحب العمل بيعمل ايه. تاني حاجة بقى، ايه الواجب توفره في العاملين؟ يجب ان يلتزم جميع العاملين باتباع وتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية اللي بتصدرها الأوشا. لازم يلتزم، واللي ما يلتزمش يتخالف على طول، يعرف الاول تعرفه ازاي الصح بعد كده تخالف.
ايه هي تعليمات وقوانين الاوشا؟ تمام، اعتمدت الاوشا من عده مصادر لاعداد واصدار التعليمات وقوانين الصحه المهنيه. ايه هي المصادر ديت؟ الجمعيات الوطنيه الامريكيه مثل المعهد الامريكي تمام للمواصفات القياسيه، الجمعيه الوطنيه الامريكيه لمكافحه الحرائق دي برضو من اللي اعتمدت الاوشا. في بعض مواصفات بعض الجمعيات الاهليه هي مواصفات شامله ومحدده في جميع او كثير المجالات، تم اعدادها بواسطه خبراء في المجال طبعا. القوانين الفيدراليه السائده وقت انشاء الاوشا تمام. هنتكلم على نقطه برضو هنا مهمه قوي يا جماعه، اللي هو ازاي نفحص موقع العمل او مواقع العمل المختلفه. طبعا احنا صلاحيات الاوشا عندنا بتعمل اجراء فحص لجميع المواقع، وذلك للتعرف على ايه؟ على المخاطر وللتاكد من تنفيذ وتطبيق جميع القوانين وتعليمات السلامه والصحه المهنيه. المفتش الاوشا الحق في دخول اي موقع بدون اختيار سابق، يعني تفتيش مش دوري، تفتيش مفاجئ، والقيام باجراءات الفحص والتفتيش اللازمه بهذا الموقع. طيب اولويات الفحص، ايه هي اولويات الفحص؟ اولويات الفحص بتكون بواسطه مفتش الاوشا حسب الترتيبات الاتيه. اول حاجه المواقع التي بها اخطار تمام، وشيكه الحدوث ومن الممكن ان تسبب اصابات بليغه او وفاه العاملين او اي اخطار فوريه، وذلك للعمل على تلافيها، لازم نتلافى الحاجات دي. زياره المواقع التي حدثت بها اصابات بليغه وذلك للتحقيق في هذه الحوادث، لازم يا جماعه تحقق في هذه الحوادث طبعا. واسلوب التحقيق بتاع الحوادث ده هيبقى مهم جدا، ده ليه كورس معين اللي هو الهازر اللي هو النسب، كورس النسب ده بيبقى مهم جدا للتحقيق في الحادثه، هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل باذن الله. في حاله ورود شكوى من احد العاملين بان هيكون في مخالفات وعدم تطبيق مواصفات وتعليمات السلامه، برضه دي اولويات الفحص. الفحص المبرمج لزياره موقع العمل لاجراء الفحص الروتيني بها. الفحص لمتابعه تنفيذ ملاحظات سابقه من نواحي السلامه والصحه المهنيه، يعني انت جيت اديت، انا كمفتش اوشا جيت اديت ملاحظات، قلت يا جماعه الناس دي مثلا مش شغاله بحزام امان او سيفت هاردنس، اوكي. بعد ما جيت بتيجي بعد كده تتابع بقى، طب ايه اللي حصل؟ انتوا عملتوا ايه كموقع؟ اديتوا الاجراءات، عملتوا اجراءات، صوروا لي صوره قبل وبعد طبعا، ده اهم حاجه في المخالفات. ايه هي بقى المخالفات والغرامات اللي احنا بنطبقها؟ طبعا الكلام ده هيبقى يا جماعه احصائيات امريكيه، غالبا ما بيبقاش مطبق عندنا في مصر يعني او في اي بلد عربيه يعني. احنا بعد ما بنعمل اجراءات الفحص بواسطه مفتش الاوشا وفي حاله وجود مخالفات لتعليمات وقوانين السلامه، يتم اختيار صاحب العمل، بنروح نختار صاحب المنشاه خطيا بواسطه طبعا خطاب بيرسل بالبريد المسجل موضح به المخالفات، ويتم منح مده تنفيذ هذه المخالفه. يعني بتدي له مثلا بتقول له يا صاحب المنشاه انت قدامك اسبوع لتلافي الملاحظات اللي انا طلعتها دي، انا طلعت خمس او ست ملاحظات خاصين او ضارين بصحه العمال، تلافهم لي بقى تمام، مع ضروره قيام صاحب العمل بتثبيت نموذج المخالفات في لوحه اعلانات بالقرب من المكان اللي حدثت به المخالفات، وذلك لمده 3 ايام. طيب ايه هي بقى انواع الغرامات او المخالفات؟ في عندنا 3 انواع او 4 انواع، مخالفات غير جسيمه تمام، وفي مخالفات جسيمه، وفي مخالفات معتمده. المخالفات الغير جسيمه دي المخالفات اللي لها علاقه مباشره بالسلامه والصحه المهنيه ولكن من غير المحتمل، يعني مش محتمل اللي هي تؤدي الى الوفاه او اصابات بليغه. هنا بتكون الغرامه طبعا يا جماعه بالنسبه لامريكا 7000 دولار امريكي طبعا عن كل مخالفه، ويمكن تخفيض المبلغ ده بيصل الى 5% من قيمه الغرامات. وده بيعتمد على ايه؟ على حسن النيه وان صاحب العمل لديه سجلات خاليه من المخالفات. طب ايه هي بقى المخالفات الجسيمه؟ المخالفات الجسيمه دي اللي هي المتوقع او المحتمل حدوث وفاه او اصابات بليغه للعاملين ويسبب بسببها اللي هي اصابات بليغه للعاملين بسببها، مع معرفه صاحب العمل للمخاطر المحتمله. يعني انت جيت وضحت لصاحب العمل ايه هي المخاطر المحتملة ليه، وهنا بتكون الغرامة 7000 دولار امريكي لكل مخالفة واجبة التسديد. المخالفات المعتمدة تمام، هي المخالفات اللي بيكون صاحب العمل على دراية
بأنها مخالفة للقوانين والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وبالرغم من ذلك بيقوم بيها. وتصل الغرامة في هذه الحالة إلى $70,000 أمريكي لكل مخالفة معتمدة، ويكون الحد الأدنى بعد تخفيضها $5,000 أمريكي لكل مخالفة. وفي حالة المخالفات المعتمدة التي تؤدي لحدوث وفاة لأحد العاملين يمكن أن تصل الغرامة إلى $250,000 أمريكي ولكل مخالفة، تمام، في حالة المنشآت التي يملكها أفراد، و $500,000 أمريكي للمنشآت الكبيرة، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 6 أشهر. يعني يا جماعة المجال ده مهم جدا 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 جدا، تمام. عندنا بقى المخالفات المتكررة، دي مخالفة أي تعليمات وقوانين في حالة إعادة الفحص يتم اكتشاف تكرار نفس المخالفة، وتصل الغرامة إلى هذه الحالة في هذه الحالة $70,000. يعني مثلا مخالفة مثلا زي هنقول يعني أبسط حاجة اللي انت ترتدي السيفتي شوز. انا كل مره باجي اقول للعامل ده او لصاحب المنشاه، يا صاحب المنشاه انت عندك العمال مش لابسين سيفتي شوز، لابسين سيفتي عادي او مش سيفتي شوز عادي، ما فيهوش سيفتي، وده خطر على ايه، على رجلهم، ممكن يصابوا باصابات بالغه والكلام ده. وجيت نبهته بدل المره 2 و3 و4 وهو مفيش خالص، منفض خالص، ما يقول لك يا عم ايه السلامه دي، السلامه دي انت مش مهمين، انتوا ما لكوش اي لازمه اصلا في الموقع. الكلام ده طبعا دي بتبقى مخالفات متكرره. فهنا بيصل طبعا في امريكا $70,000 أمريكي لكل مخالفه. الفشل في تقديم الاعتراض في الوقت المناسب، ايه هو الفشل في تقديم الاعتراض ده؟ يعني في حاله الفشل في تقديم الاعتراض بعد انقضاء المده الممنوحه تكون الغرامه $7,000 أمريكي لكل يوم تاخير بعد انتهاء المده. في بقى مخالفات اضافيه تؤدي الى الادانه، اللي هي مثلا ايه، بتدي معلومات كاذبه او تزييف بيانات مقدمه للاوشا، تكون الغرامه هنا $10,000 او الحبس لمده 6 اشهر او كلتا العقوبتين. يعني ممكن تدفع 10,000 مع الحبس. عدم تثبيت نموذج المخالفات في لوحه الاعلانات لمده 3 ايام، طبعا ده مهم جدا عشان يبقى عبره، تكون العقوبه بالغرامه وقد تصل الى $7,000. منع او الاعتداء على اي من مفتشي الاوشا، يعني اي حد جه اعتدى عليا اثناء تاديه عمله، تكون العقوبه بالغرامه $5,000 أمريكي والحبس لمده لا تزيد عن 3 سنوات. الخدمات اللي بتؤديها الاوشا هم 3 خدمات يا جماعه: تقديم الخدمات الاستشاريه في مجال السلامه والصحه المهنيه، برنامج الحمايه التطوعي في مجال السلامه والصحه المهنيه، تقديم برامج عديده للتدريب في مجال السلامه والصحه المهنيه. وبهنا نبقى خلصنا اول درس، اللي هو ايه هو اتكلمنا فيه عن الاوشا، وايه هو تعريفها، وايه هي المخالفات، وايه هي انواع المخالفات، وايه هي الاوشا بتقدم ايه. طبعا لو عايزين يا جماعه تتابعوا المزيد من الكورسات هنخش على صفحه البيج فيس انجينير 2009، دي الخاصه بيا ان شاء الله، وان شاء الله هنبدا نتابع ان شاء الله الدرس الثاني. هيكون الدرس بيتكلم عن تكملة الأوشا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.